حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة معرفش حاجة غير إن ابني موجود عنده. ده مشيرة. كفاية ألغاز بقى. يا ريت نقول كلام معقول. عرفت منين إن هو اللي قتله؟ ما هو أنت يا إما شفتي حاجة يا إما سمعتي حاجة. ولا ده ولا ده. أنا شفت ابني ملفوف في سجادة. طب وشفتي الكلام ده فين؟ نادر باشا. جات لنا الاخباريه دي عمال المساحه اللي ايوه مرمي جنب طريق السخنه ايه ملفوف في سجاده رايحه فين يا بت يعني هكون رايحه فين والنبي وانا ورايا حاجه غير الدروس دروس ولا فرح بالاكلادور اللي انت حطاه ده امشي اطلعي امسحيه واقلعي لي يا اختي المحزق والملزق اللي انت لابساه ده اخر النوبه جايه ان شاء الله عشان متاخره جدا سلام يا رضوى
اتاخرت ليه كده؟ بقول لك ايه، انا مش طايقه نفسي، كفايه عليا امي يا ست. انا هديها لوك 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 لوك، في مصلحه عايزين نقضيها مع بعضينا. طب اخد نفس يا ست. يلا يا ست عايزين ننجز. امسك اتفضلي. دور يا ابني. الو، ايوه بنت شيمون، اختك رجعت؟ لا يا ماما. لا، هتكون راحت فين دي بس؟ طب اتصلتوا على اصحابها؟ ما راحتش لحد فيهم. طب ابوكي عرف؟ لسه ما رجعش. لا هي لا ترجعوا ان شاء الله. انت فين يا رب؟ رحتي فين يا بنتي؟ رحتي فين يا حبيبتي؟ رحت فين يا رضوى؟ رحت فين؟ وقد قمنا بفض الحرز رقم 465 على ميم واحد جزئي، وهو عبارة عن مظروف مجمع مغلق بالشمع الأحمر وممهور بخاتم المقدم نادر التوني. وبفض الحرز وجدنا أنه يحتوي على تذكرة مرور سيارة عبر بوابات العين السخنة، وبمواجهة المتهم بالحرز أنكر ملكيته لها. والله العظيم، والله العظيم تلاتة ما أعرف أي حاجة عن التذكرة دي. ما قولك فيما سبق وقررته الشاهدة الأولى مشيرة عبد الحافظ سابقة الذكر في التحقيقات؟ ما حصلش أي خلاف بيني وبين فارس الله يرحمه قبل الحادثة. ده أنا حتى يوم الوقفة حضرت معاها الذبح. بس هنقول إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، خير إن تعمل شر إن تلقى. ما سبب إقرارها ذلك في التحقيقات؟ يعني هي هتتبلى عليك ليه؟ من يوم حادثة ابني وهي فاكراني إن أنا شايل، مع إن الحادثة دي أنا احتسبتها عند ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين دي فات عليها سنين، إزاي هفكر في الانتقام دلوقتي؟ هل لديك أقوال أخرى؟ مفيش غير قولة حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا متر، ليك طلبات؟ أيوة يا فندم، الحاضر مع المتهم طلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان طرف النيابة، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وانتفاء صلة المتهم بالواقع. وحيث ما عليك إن التذكرة دي مجرد قرينة وليس دليل على اتهام خطير زي ده، وما عليك القرار قراركم في الآخر. طيب، اكتب. أغلق المحضر عقب ما تقدم. وقررنا نحن وأحمد عبد السلام وكيل النائب العام، أولاً حجز المتهم خليل عبد الدايم على أن يعرض علينا ذاكراً ومعه تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها وعن دوره في ارتكاب الواقعة من عدمه، على أن يعرض علينا غداً وبرفقته الضابط محرر الواقعة. ثانياً، استعجال الصفة التشريحية للمتوفى إلى رحمة مولاه فارس بهاء شلبي. ثالثاً،
هي منعم عملوا ايه مع ابوك؟ حجزوه وهيتعرض بكره تاني على النيابه. طيب والمحامي قال ايه؟ قال ان موقفه صعب قوي يا امي، لو طلع من قضيه القتل هيبقى لسه في مشكله كبيره قوي في قضيه المصنع. هو احنا ليه مش عارفين نطلع من المصايب اللي احنا بنقع فيها؟ هنعيش من غيرك ازاي يا خليل؟ ايوه، هو من ساعه ما انت قلت له على العمليه اللي بتتعمل بره دي وهو كان كل همه ان هو يحاول يدبر تمنها، كل همه كان ان هو يسفرك، لغايه لما هو اللي سافر في سكه اللي يروح ما يرجعش، لا عرف يدبر تمنها ولا احنا هنلاقي العيش الحاف من بعده. منعم رايح فين يا منعم؟ تلاش يا ماما هرجع. الحمد لله ان وكيل النيابه وافق ان يخرجك بعد ما شاف شرايط المراقبه. انا مش عارفه لو كنت استنيت يوم تاني في الحجز انا كان هيجرالي ايه. بس ماما ما تخافيش، على فكره انا سالت المحامي وقال ان انت هتبقي بعيده تماما عن موضوع المصنع ان شاء الله. ودي ليه المشرحه يا زيزي؟ عايزه ادفن اخوكي، عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع طبعا، بس هو بعد ما هيوصل المشرحة الطبيب الشرايح هيبقى محتاج ان هو يعني هيشرحوا في ايه تاني؟ اديني هناك وانا هتصرف. حاضر، بس ممكن طيب نعدي على الفيلا الاول بس تفطري وتاخدي الحقنة بتاعتك وبعد كده اعمل لك اللي انت عايزاه؟ انا ماليش نفس اكل، مش عايزه ارجع الفيلا الشؤم دي تاني. وديني المشرحة. ماما بصراحة أنا عايزة أروح أخد شنطة هدومي وأجي أقعد جنبك. أنا اللي محتاجة أكون جنبك يا ماما. ماما أنا آسفة والله، بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن عبد الله ممكن في يوم من الأيام يعمل كده. يا ستي جت على عبد الله. خليل عامل معايا أكتر من كده. أنا بصيت على الجثة ومن النظرة العامة كده واضح إن صاحبها كان بيقاوم القاتل، يعني خربشة، كدمات، خدوش في مناطق متفرقة من الجسم، إنما في جرح مش متناسق مع طبيعة المقاومة لاحظته في كف إيديه. يعني إيه مش متناسق؟ هو جرح ناتج عن استعمال سلاح أبيض صغير زي اللي في البوكت نايف. يعني ممكن يكون مثلا القتيل جرح نفسه؟ مستحيل يكون جرح نفسه، اتجاه الجرح بيقول انه اتعرض للاصابه من شخص مقابل ليه. طيب معلش، ايه اللي يخليك تقول ان الجرح مش متناسق مع الجروح التانية؟ مش ممكن يكون القاتل استعمله في الخناقه؟ ممكن، لكن عدم وجود جرح زيه في اي جزء من جميع اجزاء الجسم ده يخليني اعتقد ان الاصابه بالسلاح ده كانت سابقه للحادث بس في نفس اليوم. طب معلش يا دكتور، هو مش ممكن يكون مثلا القاتل استعمله في الاول وبعد كده القاتل عرف يقاومه او يبعد السلاح عنه؟ ممكن طبعا. على العموم انا هشتغل على الجثه وهبلغك بملاحظاتي اول باول. طيب متشكر جدا يا دكتور. العفو يا نادر بيه، مستنيك. ماشي. نادرين عليا لفرق لحمة على الشارع كله، بركة شفاك يا ابني بس راضيني فيه يا رب. لسه ما خرجش؟ صدق الله العظيم لا لسه. ادعي له يا عبد الله، ادعي له واكبر بخاطري في ابني يا رب. امال مدام مشيرة فين؟ هي مش قالت انها جايه على العمليه؟ لو مش سايبه فلوس انا ممكن اتصرف يعني. مش القصد، بس انا عايز اطمن عليها، فيها حاجه؟ لا هي كويسه زي الفل، بس عادي مدام مشيرة اتقبض عليها في المصنع. نهار اسود، ليه؟ مش كده دلوقتي بقى، خلينا في موضوع عالي. مدام مشيرة ما تعملش حاجه تغضب ربنا ابدا، مؤكد حد من كاد منها هو اللي عامل فيها المصايب دي كلها. المره دي غير كل مره، مدام مشيرة بتدور زباله المستشفيات. برضك مش داخله نافوخي. هو انت ايه، ما انت بتدافع عنها قوي كده ليه؟ انا شايف الزباله بعيني،
بلغت عنها؟ مش قلت لك مظلومة؟ أدام شايل زنباي عبد الله تبقى ظالمة. ابني ابني طمنيني يا أختي. الحمد لله الدكتور تسلم إيده شال الورم كله. يعني هو بخير؟ كلها نص ساعة بس ويفوق ويكلمكم كمان. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله يا رب، ده أنا غلبانة، ده أنا غلبانة يا رب. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا ست مشيرة. الله يسلمك ندوة. ليه موقفة كده يا بنتي؟ في حاجة ولا ايه؟ تعالي. قلب امك بابا. الحمد لله انك قمت بالسلامه. حاسس بيه يا علي؟ يا جماعه بالراحه، لازم الدكتور يشوفه بعد ما فاق كده. الحمد لله على السلامه يا بطل، اخبارك ايه يا علي؟ استاذنك هو ممكن يقوم امتى ويتحرك يا دكتور؟ طبيعي بعد عمليه زي دي يجي له شلل نصفي. شلل تقلقوش، ما تقلقوش، بالعلاج الطبيعي هيرجع يتحرك زي الاول ان شاء الله. شلل بس يا ماما. الولد اتشل يا عبد الله. الولد اتشل يا عبد الله. ما تكونش شلل، اتشل يا عبد الله. اتشل يا عبد الله. ما تكونش شلل يا حبيبي يا رب. ما تكونش شلل يا حبيبي. اتشل يا ماما. اتشل يا ماما. ايه يا ماما، صلي على النبي كده، امسك نفسك على الاقل قدامه. العاية مش لينا يا عبد الله، العاية مش لينا. طب علي المرض ملوش كبير، صحتنا هي راس مالنا وبدراعنا، ناكل بيه لقمة من هنا ولا من هناك. ده انا حمدت ربنا ان الواد جه، قلت خلاص هياخد باله من امه واخته بعد ما انا ما طلعتش من العلامة. هو اللي خاف، هو اللي خد. ايوه انا يعني كنت هسيبه في البيت يقعد مع الحريم. لا، شغلته عشان يصلب طوله وعوده ينشف يواجه الدنيا بدل ما تلطش فيه زي ما لطشت فيا. العيا مش لينا، احنا زي الجنان، لو عينا نموت نموت. العيب مش لينا يا عبد الله، العيب مش لينا يا عبد الله. رقاص على مركب يا رضوى، انتوا ليه بتعملوا فينا كده؟ محتاجه فلوس؟ عمرك طلبتي مني حاجه وانا اتاخرت عليكي؟ ما انت لسه واخده مني فلوس الدروس بتاعت السنه دي كلها. قلت لك لا. دروس ايه يا بنتي؟ كم دروس ايه؟ ده انا حرق نفسي في الشغل عشان خاطر اسدد لك ثمنها يا بنتي. بس يا وفاء، البنت خسرانه لوحدها، حرام عليكي. خدتي منها؟ خدت من كام البنت دي؟ خدت كام؟ ايه يا وفاء؟ هو انا عمري اشتكيت لك؟ ماشي، ايه ما وريتك؟ ده انا هقطعك باسناني. عملتي ايه بالفلوس دي يا بنت؟ والله ما خدتهم، دول كانوا الفارس. فارسني؟ ايوه، اول ما طردت ايجو قال لي ان هو مقشفر على الاخر وما معهوش ولا مليم، فطلب مني ان انا اخد منك فلوس واديها له لحد ما تصلحيه وترجعيه تاني المصنع. فجيت وعملت عليكي حوار الدروس ده عشان اساعده، واعمل ايه يعني؟ انت ما فيش مخ؟ ها؟ اي حد يقول لك اعملي حاجه تعمليها؟ فارس ما كانش اي حد يا ماما. طب يلا 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 قدامي، انا هربيكي من اول وجديد. كسر اشاراتك وبراحتك. ما ينفعش كده، بالراحه عليها، الضرب عمره ما بيجيب نتيجه، بنتك لسه صغيره يا وفاء. ايه
تحبي تطلعي تريحي فوق شوية؟ أنا عايزة أمشي من الفيلا الشؤمية. من يوم ما أخوكي ما جه هنا وهو حاله اتبدل. ما هتقش العيلة الصغيرة. وهي الفيلا مالها؟ أنت اللي بتقولي كده؟ انت هجيتي منها وسبتينا، مفروض تبقى اكتر واحده بتكرهيها. انا ما سبتكوش عشان بكره الفيلا، انا سبتكوا انتوا. بعدين فارس حاله مقلوب من قبل ما يجي الفيلا، من ايام موضوع مؤمن، ولا انت ناسيه؟ تخصك ديالة ولا متخصكش؟ أنا هنكر إزاي يا باشا؟ مع حضرتك لقيتوها معايا لما قبضتوا عليا أول مرة. طب كويس، يعني أنت كده معترف. معترف بإيه يا باشا؟ إن أنت اشتركت مع خليل في قتل فارس، وإن أنت بيها عورت فارس في إيده قبل ما تقتله؟ لا يا باشا، هو أنا لما كدبت عليك في موضوع المصنع ده رجالتك قاموا معايا بالواجب طول الليل. لما أنت كده يا باشا هتلبسني جناية يعني، وده هيبقى حرام يا باشا. شوف، هو المعمل الجنائي في الآخر هو اللي هيقول كلمته بعد ما يطبقوها بالجرح اللي في إيد فارس. يا سعد يا باشا، انا ما عملتش حاجه يا باشا. يا سعد يا باشا، يا باشا ليه بس كده يا باشا؟ تمام سعادتك، عايز اكلم مدام. يا مدام اطلع قدامي، اتهمني يا مدام. اطلع يا مدام، مش عايزين يدوني جثه ابني، قصدها المشرحه. معلش يا فندم، اصل الطبيب الشرعي لازم يخلص شغل والكلام ده هياخد له يومين. اتفضل استريحي. هو جبر دخله ايه بموت ابني؟ هو خليل طلع براءه؟ لا، بس ده ما يمنعش ان خليل لازم يكون له شريك. انت عارفه يعني خليل راجل كبير وفارس شاب، وما اعتقدش ان خليل هيقدر على فارس. طب هو جبر هيقتل فارس ليه؟ هو انت تعرفي جبر كويس؟ من خلال الفتره اللي كنت بروح فيها المصنع عمري ما حسيت انه جبر شايل ايد الضياط من فارس. كمان عم خليل نفس القصه. بصي، هو الطبيب الشرعي هو اللي هيقرر. بس مدام مشير، انا عايز اسالك على حاجه. هو فارس تعور في ايده قبل ما يسافر ولا لا؟ لا ما تعورش. لا تعور. انا مش فاكر. لا، انا محتاجة انك تفتكر. معلش، هي ماما بس ما نمتش من امبارح، واعتقد ان هي مش مركزة خالص. ماشي يا فندم، اتفضل يروح. بس هطلب منك طلب، لو افتكرتي حاجة أنا موجود. شكرا. ازيك عامل ايه؟ مامتي اللي جابك هنا اكيد بيراقبوكي. ما تقلقش يا حبيبي، انا زوغت منهم، مفيش حد ورايا. يعني ما حدش شافني وقال لك صح؟ لا يا حبيبي ما تخافش، ما حدش شافك ولا حاجه. وبعدين انت ممكن تروح فين يعني؟ اكيد في شقتنا القديمه. اهدى اهدى يا حبيبي. كله منه. من يوم مشيره ما نقلته معاك مدرستك وتصاحبته وانت اتقلب حالك. طول عمرك بتكرهيه، شايفاني ده الدور لفارس. كل ما تغلبي تقولي ان فارس هو اللي فسدني. طب انت عارف بقى ان امه كمان شايفه ان انا اللي فسدته. بس الحقيقه ان احنا الاتنين شبه بعض، محدش فينا فسد التاني، محدش فينا قلب حد التاني. ابتدينا كل حاجة مع بعض. فارس ما يستاهلش كل اللي بيحصل،
ولا يستاهل اللي انا عملته فيه. كنت بغير منه. كنت طول الوقت باذيه من غير ما اقصد. كنت اروح اصالحه وعمري ما قال لي لا. بس المرة دي مش هلحق اصالحه. كان نفسي ادفنه عشان يرتاح عزيزي. وقفي هنا. رايحة فين؟ مش سعادي حرام عليكي كفايه اللي هو فيه. لا انت عامل نفسك مش سامعني. ايه ده؟ مش ماشا هي مالها؟ انت عملت فيها ايه؟ بس يا بت قوم يلا غطي كتافك ديت. يلا انت موتها. والله العظيم هو اللي موتها. انا عارفه وحياه ربنا انا شفته هو ماسك السلك قبل ما يدخل الحمام. والله بطلي كذب بقى. وانا قلت لك مليون مره خدي هدومك معاك وانت بتستحمي. يلا قومي قومي. ليه كده يا فارس؟ في راجل في الدنيا بيعيط وما خليت قلي الستات. فارس يا حبيبي انسى. طب انت عارف هما سموا الانسان ليه كده؟ عشان ربنا انعم عليه باحسن نعمه في الدنيا، نعمه النسيان. يعني انت اللي نسيتي بابا؟ حبيبي احنا ما بننساش اللي ماتوا، احنا بس بننسى اللحظه اللي هما فرقونا فيها. لكن هما بيفضلوا عايشين جوانا، بنفتكرهم بنكت قالوها لنا وضحكنا عليها، بمقلب عملوه فينا، بنفتكرهم بغلاستهم وشقاوتهم وحنتهم علينا. بننسى بس اللحظة اللي هم سابونا فيها بقسوتها، لكن كمان بنبتسم لما بنفتكر قد إيه حياتهم كانت حلوة معانا، مش كده؟ Thank you.
مش عايز تقول لها حاجه يا فارس؟ يلا بينا يا فارس. دفنتوها هنا؟ أخوكي هو اللي اتدفن هنا. يوميها أنا حفرت له حفرة وهو ردم على نفسه. فارس مات واتدفن هنا. مفضلش منه غير كابوس. كابوس. أنا عايزة أقول لها حاجة. طب يلا نرجع. لا لوحدي. دي عيون ناس متودعه